حدث في تونس ليس قبيلا مخططا ولا عشوائيا، ولكنه مخطط معد سلفا يتم اعداده وتنفيذه بدقه منذ احتلال العراق حتى هذا القرن، بغرض تقسيم المنطقه الى جمالات وخيالات صغيره للسيطره عليها لصالح الدول الغربية وطبعا لصالح الغرب. قلنا ان ما حدث ويحدث في المنطقة يهدف الى تقسيم المنطقة الى دويلات صغيرة قلنا ان في ثلاث سيناريوهات رغم ان ما يحصل اي حاجه في البلاد،